أكد أخصائيون نفسيون أن فصول السنة تلعب دورا أساسيا في حدوث تغيرات بدنية ونفسية في جسم الإنسان. وخلال استضافتها عبر تقنية الاتصال المرئي، أوضحت الأخصائية النفسية هدى جمال أبرز هذه التأثيرات. يمكن أن نقدم بعض النصائح للمحافظة على الاستقرار النفسي خلال فصول السنة، لأننا جميعنا نتعرض ل أو نشعر بالحزن أو الغضب أو التعب خلال فصول السنة. أهم أو أول هذه النصائح التغذية الصحية، تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة التي تساعد على ضبط مستويات هرمونات معينة في الجسم، فبالتالي تتحسن حالتنا المزاجية وتستقر. أيضا النوم الكافي، لابد من أخذ قسط كافي من النوم لوصول لحالة الاسترخاء خلال النهار. كذلك ممارسة التمارين الرياضية، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعد على الحصول على استقرار نفسي، وكلنا نعلم تأثير الرياضة على الحالة الجسدية والحالة النفسية على حد سواء. كذلك الاستمتاع بالهوايات، جميعنا لدينا هوايات نحبها ونستمتع بفعلها، فلا تبخل على نفسك ممارسة هذه الهوايات لما لها من تأثير لتخفيف الضغوط والأعباء النفسية. النقطة الأهم في هذه النصائح التحدث مع أحد الأصدقاء عند الشعور بأي ضغط نفسي، أو للتعامل مع هذه الضغوط النفسية، أو التحدث مع أحد أفراد العائلة، وإذا لم يتواجد أحد هؤلاء الأشخاص أستطيع اللجوء إلى الأخصائي النفسي أو المعالج النفسي لمساعدتي في التعامل مع هذه الضغوط، فبالتالي تتحسن حالتي المزاجية. هذه أهم النصائح.